الاستاذ اللي ديالنا سي حبيب الشيخ محجوب معكم فعلا جمعوي الدفاع عن القضاء الوطنيه بارز هنا. انا كنشوفها غير الجمعيه ديالنا ما جاوش الادبيه ديال السي نعيمه شي 20 هما دايرين كيهضروا في البورطابلات باش يجيو الجمعيه باش ملي محجوب السنه اللي جا لهنا واحد الانسان كبير القضيه ديال السياسه ديال الصحراء ديالنا وما جا حتى واحد كنشوف هذا الشيء خاوي. بغينا حنا محجوب السالك اللي يكون جاي هنا يدار لواحد القاعه كبيره باش نتجمع كلشي من ديال الليميم وطنطان والعيون وسيدي يفني والليميم والنواحي ديالو باش يكون هذا الشيء كبير باش هذا الراجل يبين للناس القضيه ديال الصحراء كيفاش عايد المشاكل ديال الصحراء وكيفاش تاسس الصحراء وكيفاش رجع المشكل ديالها وكيفاش رجع هو وكيفاش رجع القضيه الصحراء ولكن ما شفنا حتى شي واحد. هذا الشيء خاوي كنتمناو من الجمعيات ديالنا دائما نكون ليد في ليد كما قال محمد السادس الله يسرو الجمعيات ديالنا خصهم يديروا ليد في ليد فما كاين حنا نعودوا مجموعين ما نكونش ضد ديال هذا ولا ضد ديال هذا ولا اللي كتكون شي ندوه ديال المغرب ديالنا خاصنا نحضروا جميعا نقفوا كاي واحد ماشي واحد يقول لي اجي واحد يقول لي تعال هنا واحد يقول لك انا ما نجي واحد يقول لك انا كاع ما نمشي كاين واحد ما نحمل تما حنا جايين من القضيه ديال الوطنيه ديالنا ديال القضيه ديال الصحراء ديالنا محجوب سالك ما خصوش يجي هكا خاوي خاصنا نديرو ليه شي حاجه غدا ولا بعد غدا فواحد البلاصه اللي هي منطقه حساسيه بحال المرتجلي تكون فيها واحد القاعه كبيره ونستدعو الناس ديال الصحراء ديالنا يجيو يفهموا بان واحد العدد ديال الصحراويين ديالنا ضد الوطن خاص محجوب سالك ينقي لهم يديهم ينعرض لهم كيفاش الصحراء لان محجوب سالك رايناه في المغرب قال خصني نجي فرنسا باش نبين لهاد الناس ديال فرنسا قضية الصحراء لأن هذا الشيء راه غلط توهم كما قال السي محجوب سد راه هذا الشيء ديال الصحراء اللي كيقولوا له هاد الناس اللي في باريس اللي في المنطقة الحساسة راه غير لوهام راه ما كاين والو راه هو غير ينعرض لهم ولكن فاس للأسف محجوب سد جاب القضية ديال الناس ديالنا ما كاينش هنا بزاف وكانت فينا واحد القضية ثانية حنا كفاعل جمعوي الناس ديال أهل الكليمين أنا شادة ربما كتعرفوا كاملين كنطالبوا بواحد القضيه حنا الناس ديال جهه قليمين واجد تقريبا شي عامين هذه ولا ثلاثه ولكن ما راهي والو هذاك المطار ديال قليمين ديال اهل قليمين اللي كيقضوا فيه الصحراويين هنا في اوروبا كامله مطار كبير في الجنوب وكبر وكبر جاليه وما كاين والو الان ما كاين والو دابا داخله راه ثلاثه طيارات كاينين وجهه ديال قليمين راه ما كاين والو الجاليه ديالنا هنا كيسولونا حنا كفاعل جمعويين كيفاش القضيه ديال هاد قليمين لان ودي عينا مطلوبه بغينا هذه الكلمة ديالنا تلحق المسؤولين باش هذاك المطار ديال قليمين يتفتح وتكون واحد القضية ديال الجالية ديالنا هنا الصحراويين لأن كيعانوا هذه القضية بزاف راه قليمين أكبر جنوب راه باب الصحراء كنا عارفين محجوب السد راه هو كبير الصحراء واحد القضية ديال السي محجوب السد الناس ديالنا هنا كيسولونا ديال أهل قليمين قال لك ودي هذا الحكم الذاتي من شد واش شد من سيدي فين واش من قليمين واش من طنطان واش غير من العيون الهيد واش من كيسولونا حنا حنا كان ربما ملي رانا كنديرو في محجوب السد باش تفهمنا على هاد القضية ملي شاد هاد المغرب ثانيا هذيك الفانينا المحجزة زين كاين دوف هو مغاربة محجوب السد قال عنو البوليزاريو هم البوليزاريو هما مغاربة محتجزين كيسولونا بعض منهم هنا لأن كنعرفوهم هنا حتى العدد كنعرفوهم في اسبانيا وخدامين معانا وكذا كيقول لنا حنا بغينا نرجعو للمغرب نرجعو من غدا العيد ولكن التمتع ديالنا شنو انا غادي نرجع قلت نرجع بدا العيون ولكن باش غادي نتمتع انا ما عندي دار ماني ساكن شوفوا انا عارفين الى فين عندي نرجعوا من غدا حنا عندنا باسبور لاسوليداد اسبانيول عندنا ديال موريتانيا غادي نرجعوا من غدا العيون ولكن فين يسكن نجي انا غادي دابا في العيون فين يسكن ولا قليل فين يسكن انا نبدا من الزيرو وما عندي درهم ونجيب عائلتي خاصني نعرف كيفاش حنا كنسكتوا كنقول لهم غادي نسولوا لكم هذه القضيه وهذا كنتمنى السي محجوب السلك مرحبا بك عندنا هنا في باريس نتمناو يديروا لك واحد القاعه كبيره كاع نتمتعوا فيها كاملين والسلام عليكم والحمد لله.